قال المرأة بتخون زوجها بعقلها ومشاعرها وعواطفها وقلبها، أما الرجل بيخون زوجته نزوي عابرة متعة تسلية رغبي كأنه ما عنده مشاعر وعواطف. هالكلام غلط. مع كامل احترامي، الرجل بكتير من الأحيان وكتير من الحالات عنده مشاعر وعواطف أكتر من المرأة. بيطلب منا لزوجته تكون رومانسية وتقدم له أشياء هي نفسها كمرأة بتسخر منها، تستغربها وما بتكون مستعدة إنها تقدمها، على أساس إن هي جدية مثلا، أو على أساس إنك رجل معقول عم تطلب هيك، أو معقول بتحب هيك أمور، أو معقول رومانسي لهالدرجة. مين بيكون بهالحالة عنده مشاعر وعواطف وقلب وحساس، الرجل أو المرأة؟ أكيد الرجل. فمش كل الرجال ما عندهم قلب وما بتهمهم المشاعر والعواطف، ومش كل النساء بهمها هذا الأمر. في كتير من النساء عمليات وجديات وبيستخدموا عقلهم بكل علاقاتهم.